أجواء جديدة ينتقل إليها الشباب السوريين في الغوطة الشرقية، من حالة القصف والدمار إلى حالات تنسيهم ما بهم. شباب ورياضيين قدامى قاموا على تشكيل دوري للمستديرة في الغوطة الشرقية بهدف نسيان ما بهم من مآسي من داخل الملاعب السداسية في الغوطة الشرقية، ومن بين الجماهير نرصد نهائي الدوري في الغوطة بين فريقين لبلدين مختلفين. منا منتخب غوطة الشرقية، نحن نساوي فريق للغوطة الشرقية كاملة، نحن نطلع فريق للغوطة الشرقية. تمام. طيب شو تقبلات الناس، تقبلات العالم بهالدوريات؟ كله جاهز وكله مندفع، بس تجهيزات صعبة يعني مشان قلة الدعم. أسامة أحد اللاعبين في النهائية والقائمين على الدوري يصف لنا جاهزيته قبل المباراة. صفارة البداية تصفر في الملعب وأجواء من حماس يشوبه قليل من القلق على وجوه الجماهير. أهداف وصيحات واحتفالات، أجواء افتقرها الشعب السوري منذ بداية الثورة. فريق رابح والآخر له حظ أوفر، والفرق مرة رابحة ومرة خاسرة، هذا ما وصفه أحد اللاعبين للجماهير بعد المباراة. ناشطون قاموا بتتويج الفريق الرابح، لكن الهدية ليست كالمعتاد، بل هي هدية رمزية عبارة عن قمصان للعب وكأس رمزي ليعم الفرح بقلوب المشاركين. إنشاء هذا الدوري في الغوطة الشرقية الهدف منه بحسب ما قاله أبو حسان أحد المدربين والمسؤولين عن الدوري، إبداع وأفكار جديدة من عقل سوري لتغيير الحالة التي لطالما عرفها السوريون كل يوم. أكيد يعني بعد خسارة في فرق بين خسارة. فريقنا لعبان لعبة بدوما مع منتخب دوما بلد مستضيف، ياي تعبان. الله يعطيه العافية، قدموا لعبة كثير حلوة. هاي حموريه.